شارلوك هولمز. ايوه تتربى. حرام عليك اخي، الله يخليك، يبعد لي حمى على شوفي. هل هيك بده يضل الصباح؟ شكريه لا تتداخلي بيني وبين ابني. عن جد عمتي لا تتداخلي بيني وبين ابني، هي شغلات خاصه فيه يعني. ما خلاص ولك تحملته بما فيه الكفايه ووصلت معي لهون. من هون ورايح راح اورجيه العين الحمراء. لك مفتكرين اذا تساهلت معهم اني ضعيف؟ معلش اخي انت جازي جازي يعني، ما عنا مانع، بس حرام يضل الصبح هون هي. لا شكري يا خانو، ما بيستاهل قليلة اللي عمله بأبوه. ايه مو قليلة. نعم نعم ستي، ايوه اظهري وباني على حقيقتك. معلوم خالة مرت أب، الله يبليكي بغضب الرب، شو رح يطلع معك غير هيك؟ بس شكرية راسي مو متحمل الآل والعين. خلص بقى انت يسرى لا تتداخلي بيني وبين ولادي. ايه حاضر ابن عمي مثل ما بتريد. الوهلوه على عامتك، لك الوهلوه على عامتك، يلي بشوفك بفكرك القط بياكل عشاكي وما بتقلي له بس. لك بس شكريه خلص طبعا. ايه لك وين راح؟ نعم لك هلا وين بدنا ننام؟ اي صحيح هلا وين بدنا ننام؟ انت بدك تنام هون خلاص. ايه ما تقولي وين بدنا ننام؟ هون حطنا الجمال اهلبنا وين بدنا ننام؟ مثل العادة أخي، أبو حمدي بينام معك بالأوضة ونحن مندبر حالنا هون. إيه يسرى أنتي بتنامي مع بنتك بأوضة صبحي، وأنتي أختي بتنامي محل ربحي، وأبو حمدي بينام عندي وصبحي بينام هون بالصالون. ها طقني أنا طقني، أنت تنام بغرفتك وعم تتنام بديك الغرفة، وأنا هون متشرد على الكنباية عم تخدمونا كتير. ها تقسيمك محله أخي، بس حرام صبحي ليش ما ينام هو ومرته بتخته؟ إيه هذا الكلام اللي بينسمع يا بلا. بس شكري الله يوفقك، خلينا نمضي هالليلة على خير. في إلى أبو حمدي وخليه يجي لعندي وأنا داخل نام. بالمناسبة بحذركم، ها أوعى حدا يقرب من ربحي أو يفكه، يا بدي فك الرقبة شيته. نايم لك دب؟ لا فايف فايف شو نايم؟ ما شفت شو صار؟ لك بلا شفت شفت شفت. شو دخلت تعمل عند ابوك؟ لك شو بيعرفني؟ حماتك هي سألها شو بضرب بالمندل انا؟ شو رأيك نلعب عليهم مثل ما عم بيلعبوا عليك؟ شو استفدت من الكتابة انا؟ كيف كيف كيف؟ لك شو عم يعملوا جوا؟ شو بيعرفني انا؟ شو بضرب بالمندل؟ لك لا يكون هو. لا 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 ابو حمدي نايم جوا. ايه صحيح ابو حمدي جوا. ايه خطك مو واضح، وين نظاراتي؟ ايه بلا النظارات اللي سنبذلها لك يا عمري. بكره الصبح بتعمل حالك بدك تروح على الشغل، وانا بعمل حالي بدي روح اشوف ولادي، وبعد ما ندفرهم كلهم من البيت أضمن إنه ما في حدا في البيت. أوكي أوكي. هاتي خطك مو واضح، أنا بكتب وأنت نعديني. اتفقنا اتفقنا اتفقنا. تصبح تصبح على خير على خير. معادنا شو؟ موعدنا يعني. موعدنا 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 بعد بعد ساعة ساعة. ستوب ستوب. باي عزب باي عزب. Thank you.
عيني مالك مالك. شو عملت جوا؟ لك شو بيعرفني شو عملت جوا؟ بترجع بتسألني نفس السؤال سألتك يا لك يا حبيبي لازم نعرف شو عم تعمل جوا. ايه كان مع ورا اول ما فادي شفتهن تعال نفوت نشوفهن. لك شو نفوت نشوفهن؟ ما بصير لازم واحد منا يبقى هون. انا رح فكك معهم الحيط واتركك تفوت تشوف جوا ولا برايي بوضعهم. لا 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 لك يا اجتب يا اجتب يا اجتب. عفوا 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 كلكم عم تستقبوا علي بقلبي. ما بيسوى انا اترك محلي على ضعضع. فروض حدا طلع وما شافني. لك انا فروض حدا طلع وما شافني على الكنبه هي شو بصير؟ لك هي بسيطه. عندك واحد من حلين، يا اما بتحط مخدات محلك وبتغطيهم بدالك، يا اما بتشعطه الحمام وبتسكر الباب. شو بدي اشوف جوا؟ لك شو بيعرفني؟ لك شو بيعرفني؟ حبيبي روح شو دبر حالك. لورا لورا لا خلص لورا 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 لا خلص فهمت امري يا عمي. يلا حبيبي يلا لا يا صبحي يا حبيبي. شعطه الحمام. لك يا لك يا دب لك يا اجدع. لا 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 لك لا لا كلكم ضدي بالبيت. انت مين مربطك بالعضاضة؟ ما انتبهت لي لما ربطني ابي بالعضاضة؟ ما شفتك لاني كنت نايم. ايه قرب 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 عشان يزبط الفيلم قرب. الله يخليك كرمالي يا عم ابو حمدي. نعم خير شوفي هي قربت. امان امان زق. عمو الله يخليك تعفكني. شو بدي زق زق؟ الله يرضى عليك ربحيها. لا طردني هيك ورطة اللي ربطك بفكك. لك في جوا؟ لك انا محشور كثير كثير. خلص صدقنا. هذا يا سيدي عم يدبروا مؤامرة. شو هي؟ قال بدهم يطلعونا بكره برات البيت ويطلعوا معنا هن برات البيت بس بدهم يرجعوا. فكر لك بشي خطه. على جسرني على جسرني صبحي يا روحي ربحي يا عيني. تعال انا تعال انا من حالك ربحي هلا وقت الاغاني. لحظه شوي فكر بشي شغله يا حبيبي. عمي ما حتحل عنا وعن هالبيت الا بشغله كبيره وكل شيء نحن عم نعمله تمشايت حال. ايش وش شايفني ما عم فكر بس كل شيء له وقت. هلا خلينا ببكره. انا اللي خايف منه تعلم لولو علي. ولا بلشت خياني؟
لك ربحي انا معك على الحلوه والمره، بس المهم حبيبي تضلوله يا رجل بدنا نحكي. لا لا ما حكينا ولا كلمه. لك لا تخاف، اصلا لو طفشناها راح تخلي لولو خيط يربطها بالبيت. بس بتعرف شو، ان شاء الله يكون بكره ابو اياد المنجين فاتح بكير، لانه هو له عاده يمر على الفرع. يلا نام بقى، تصبح على خير. مو جايني نوم. لك يا اخي مالي مصدق ايه ما تيجي بكره مشان ننفذ الخطه. داخل نام هلا لانه بكره عنا شغل كثير. صبوح تعبتني الله يسترك، بدي فوت على الحمام. اي نام نام هلا نام، اجلها الصباح ربح. ايه تصطفل، ذنبك على جنبك، اذا اختنقت من الريحه مو ذنبي.